إذا أنت تشوف المقطع هذا وعجبك، ترى الجزء الثاني موجود الآن في قناة الجيمينج. اكتب يوسف جيمينج وراح يطلع لك، أو إنه اضغط على الرابط اللي في الوصف راح تلقى نفس المقطع هذا، نفس الفكرة، لكن أسئلة مختلفة جدا في هذاك المقطع. لكن شوف المقطع هذا أول عشان تعرف هل الفكرة عجبتك أصلا ولا لا. السلام عليكم، جيتكم بطريقة جديدة المقطع. صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. لو خيروك would you rather، يعني تختار هنا ولا هنا، لو تخيلت انك في هذا الموقف الصعب اللي ما في خيار ثالث، لازم تختار، ايش بتختار؟ هذه هي لعبتنا لليوم، او مقطعنا لليوم بالاصح. فاتمنى مع كل اجابة انا اجاوبها تجاوب انت معايا، ونشوف هل في الاخير تفكيرنا زي بعض ولا لا. بسم الله، بدون ما نطول خلونا نبدا مع اول سؤال. طيب نبدا مع اول خيار. يا لطيف، اوكي. يا الله، يا انك تخش في اعصار او انك تضيع في فيضان. اوكي والله يا جماعة، بداية شكلها قوية مرة ذي. فيضان موية اغرق يعني، او الاعصار ممكن كذا تشيلك في الهواء كذا ودفدو يصقعك في الاراضي. اوكي الصوت هذا، بسم الله، انا مليش سالفة هنا بس زبدة. المهم بصراحة بالنسبة لي راح اختار اعصار، لانه انا ما احب المويه يعني اني اغرق فيه زي كذا، فراح اختار اعصار. بس اني انا متحمس اشوف ردكم واختياركم وش اختيار الناس. والله اغلب الناس زي يس، الحمد لله، اوكي احسن شيء صراحه، لان اتوقع الاعصار يعني صح اني راح اختفي، وما ادري ما ادري الزبده، انه الحمد لله انا اخترت اعصار. اوكي ايت اونلي سالاد فور ذا ريست اوف يور لايف، والله اكل بس سلطه في حياتي كامله، او اني اكل فواكه في حياتي كامله. واو اوكي، يعني مرة كذا واحد جاك قال لك اسمع حبيبي، يا تاكل فاكهة مدى الحياة ولا تاكل سلطة مدى الحياة، اختار. شوف هم كلهم صحيين نوعا ما، لكن اتوقع انه السلطة الواحد اذا كثر منها ممكن تؤذيه، اتوقع، ما ادري ما ادري، لكن صراحة اختار الفواكه لاني احب الفواكه اكثر. ف واغلب الناس مثلي، يا لبيه. طيب be unable to shower for 2 weeks، اوكي ما تقدر تتروش لمدة اسبوعين بس عندك ملابس نظيفة يوميا، او انك تتروش، تقدر تتروش يوميا لمدة اسبوعين، يعني النظافة عندك فل الفل، لكن ما تقدر تغير ملابسك. واو 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 يا جماعة، اوكي والله صعب برا الخيار هنا. يا انك ما تتروش اسبوعين بس يكون عندك ملابس نظيفة يوميا، او انك تتروش يوميا لكن ما يكون عندك الا لبس واحد، يعني تلبس لبس واحد. والله يا جماعة انها صعبة مرة هذه. يعني شوفوا، إذا تركت الترويش أنت حتكون وسخ من الداخل، لكن حيكون عندك ملابس نظيفة فتكون حتكون نظيف من الخارج. لو صرت تتروش يوميا لكن لبس واحد، حتكون نظيف من الداخل لكن وسخ من الخارج. صراحة راح أختار إنه هذا الأحمر، be able to shower daily for 2 weeks، إني أقدر أتروش يوميا لمدة أسبوعين وما راح أغير اللبس، عادي اللبس في الأخير قدو برا، أهم شيء النظافة الداخلية بصراحة. يعني هذا أنا ما أدري، الناس ما همني صراحة، الناس يهمني نفسي الصدق، لأنه مهما كان اللبس اللي عليك نظيف الناس تشوفونه، وأنت تعرف من جوا إن أنت لك أسبوعين ما تروشت، ديم مرة لا ما يصلح والله، فراح أختار هذا. الله الله الله، شوفوا هذا دليل يدل على انه الناس يهتمون برأي الاشخاص الاخرين فيهم، والله اعلم، لانه ما عندهم مشكله انهم يقعدون ما يتروشون اسبوعين لكن بسبب لبس نظيفه. يا لطيف. طب اوكي يا جماعه، انا اضطريت اني اسوي ترجمه، فاتوقع الترجمه حتكون ملخبطه شوي، لكن اسهل لي يا جماعه. يكون لديك راس ضخم يضحك ولا عندك اقدام كبيره؟ اوكي، يا عندك راس ضخم يا عندك اقدام كبيره. بصراحه يعني عندك راس كبير ولا عندك رجول كبيره؟ بصراحه احس اني راح اختار يكون عندي رجول كبيره، ما ادري، ومع انه الراس، مع انه ما ادري كيف بس لا اختار رجول كبيره الصدق. يعني الله الله الله، كل الناس معايا يا لطيف، ما في الا 17% فقط اخذوا الراس الضخم، واضح انه الناس مره متازمه من النقطه دي. اوكي هذا اتوقع يقصدون بالانجليزي، يا انك تكتب تكتب دائما بالكابيتال حروف كبيره اللي هو الكابيتال، او انك تكتب بالخط المتصل عندهم. يعني انا بالنسبه لي صراحه راح اختار اني اكتب بالاحرف الكبيره، لانه الخط المتصل شغله يبغى لك تربط من فوق بعدين من هناك الخط اللي الحرف اللي بعده تربط من تحت، راح اختار صراحه اكتب باحرف كبيره صراحه. والله اغلب الناس يبغون يكتبون بخط متصل. يا لطيف اوكي، عاد الله اعلم. لو خيروك ركوب الحوامات اللي هي الحوامات المائيه، اظن يعرفونها اللي فيها كذا يجيكم من وراء بيطلع لكم صورتها، او ركوب منطاد الهواء الساخن، 100% راح اختار الحوامات، مستحيل منطاد الهواء اللي هو المنطاد، مستحيل مستحيل، لانه فوبيا مرتفعات تلعب دورها، زائد صراحه الحوامه المائيه احس خرافيه كذا سرعه وفخامه ما ادري، فحختار ركوب الحوامات 100% يا جماعه. يا لطيف 80% معايا، هذا يثبت لكم كيف انه اغلب الناس يخافون من الشيء ذا. اوه السؤال هذا حلو، يكون عندك جلد احمر او بشره زرقاء اللي هو جلد ازرق، يعني يوم قالوا جلد ازرق صراحه ذكرت افاتار، جلد احمر والله صراحه احمر او ازرق
ليش بس احس ان الازرق افخم صراحه ما ادري، واغلب الناس مختارين ازرق. ديم اوكي جماعه، لما تكون لغه عربيه مره الوضع صعب صراحه، رجعت انجليزي. هنا يقول لك بي ستاندرد وذ سمون ذات يو هيت، بي ستراندد الون، انك تكون وحيد او انك تكون مع شخص تكره. صراحه انا متصالح مع وحدتي بشكل غير طبيعي واستقلاليه غير طبيعيه، ف100% راح اختار اني اكون وحيد ولا اقعد مع واحد اكرهه ويقعد يرفع ضغطي كل ثانيه صراحه. الله الله الله، الناس شكلها تكره ام الوحده. يا لطيف يا لطيف، شيء عجيب صراحة. واو يا السؤال هذا كيف قوي يا جماعة. يقولون have a lazy eye اللي هو يعني يكون عندك زي الحول، أو إنه عندك لدغة في لسانك. والله سؤال صراحة مرة قوي الصدق، لكن بالنسبة لي راح أختار إنه يكون عندي لدغة في لساني. لأنه أو ممكن الحول برضو، لأن الحول صار يقدر يتعالج الآن، شيء طبيعي سهل جدا، ويعتبر حتى 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 اللدغة تقدر تعالج منها. قريت مرة موضوع إنه تحط تحت لسانك زي القلم مدريش، بس صراحة اختار هذه لأن أحس إنها أسهل يمكن، ما أدري صراحة. خلنا نشوف أغلب الناس إيش. أوكي أغلب الناس معي الحمد لله، حسيت إن ماني غلطان صراحة. تشرب زجاجة من شراب القيقب ولا إنك تأكل حاوية من الزبدة؟ يا لطيف، حاوية من الزبدة، هذا كأنه يبغى يجبرك تأخذ هذا الخيار. ليش شراب القيقب للدرجة دي مرة يعني؟ لا يعني فضول والله صراحة ما أدري، لكن بختار القيقب صدق لأنه علبة يعني في الأخير، هذاك حاوية زبدة بعد. يا لطيف. أوكي السؤال هذا نوعا ما غريب صراحة، يا يعني إنك تمشي حول المدرسة أو مكان عملك وأنت ما أنت لابس شيء، أو إنك تمشي حول المول وأنت مو لابس شيء. يعني انا لازم اختار يعني مره، ما ادري على السؤال هذا مره يبغى له سكيب قوي جدا لانه صراحه سؤال غريب جدا. اوكي لو خيروك تبتر واحده من ذراعيك ولا انه ينكتم صوتك بشكل دائم يعني ما تتكلم. بصراحه يا جماعه الصدق والله بختار، والله السؤال صعب. يا لطيف، بتر احدى ذراعيك ولا انك ما تتكلم خلاص يعني دايم يا جماعه؟ والله بس اتوقع اني بختار بتر احدى ذراعي صراحه، والله ما ادري انت اختياركم بيكون ايش. يا لطيف، واو الناس يا اخي، ما ادري ما ادري ما ادري صراحه، شيء عجيب. كن قادرا على منح الامنيات ولكن في كل مره تنسى ذكرى جميله وذات مغزى من ماضيك. يعني الحين هذا عنده امنيه وحققت له هذه الامنيه، راح انسى في نفس هذيك اللحظه ذكرى كانت عزيزه على قلبي مره. او انه اعد الناس من حافه الموت ولكن في كل مره تضيع عاما من حياتك. اوكي يعني واحد كان خلاص كذا اروح انقذه، ولكن لاني انقذته راح يضيع عام من حياتي. طبعا ترى احنا قاعدين نلعب هنا، لا احد يجي يشده ويقول لي دين وما ادري ايش، ريحونا يعني. اوكي شوف صراحه لو كذا هنا بختار ذكرى جميله، لانه اوكي مع الوقت راح اسبب ذكرى جميله، هنا راح اضيع عام من حياتي. يعني لو انقذت مثلا 10 اشخاص هذه 10 سنين سلامات. ليه ما ادخل لها هذه الامنيات حلوه؟ والله والله كل الناس تهمهم الذكرى، حتى شكلي انا شكلي غريب والله يا جماعه، انا ما همتني الذكريات شكلي والله، ما همتني الذكريات، اقصد هم ما همتهم الذكريات. عجيبين والله، انا اللي ما همتني الذكريات لاني انا اللي بنسى. ايش فيني صار لي لاق ورب الكعبه؟ اوكي السؤال هذا مره غريب، يقول لك يا انك تعيش مع عائلتك لمدة 20 سنة إضافية بعد عمر 18، يعني لما يصير عمرك 18 تعيش معاهم زيادة 20 سنة، أو إنك تبتعد عن عائلتك لمدة 10 سنوات دون اتصال. أتوقع هنا نلاحظ كيف إنه المجتمع الغربي أو في الخارج، استغفر الله اللهم لك الحمد لله، لا يبلانا. لو تلاحظون بعد 18 سنة، لأن عندهم بعد 18 سنة خلاص يقدر يسحب على أهله ويروح ويعيش الحياة، وما عندي لا أم ولا أب مع نفسهم وزي كذا، الله لا يبلانا يا جماعة. عشان كذا شوفوا حاطين لهم كاتبين إنك تعيش 20 سنة بعد 18 سنة، يعني لما صار عمرك 18 خلاص الحين واو رجال، ولا أنت الحين صرتي حرمة خلاص واو، تعيش معهم 20 سنة. هنا عندهم يعتبر زي الالتزام اللي لا ما أبغى، الله لا يبلانا صراحة. أو إنك تبتعد عن عائلتك لمدة 10 سنوات دون اتصال، يعني خلاص يعني تبعد عنهم لمدة 10 سنوات. هذول بالنسبة لهم حيكون خيار صعب أتوقع، لكن بالنسبة لنا إحنا يا رجل حعيش معاهم 20 سنة و100 سنة لو بيدي العمر كله بعد عمر 18 وال20 وكل شيء، وأسأل الله يخلي لنا أهلكم والحمد لله على نعمة الإسلام يا جماعة. خلينا نشوف بالله إيش أختاره، خلينا نشوف. ها واو واو واو، الله لا يبلانا يا جماعة، شوفوا كيف أغلب 59% اختاروا انه يبعدون عن عائلتهم لمده 10 سنوات. يا لطيف يا لطيف. كن قادرا على النقل الفوري في اي مكان في العالم، كن قادرا على التحول الى اي شيء او اي شخص في العالم. يعني الحين فجاه قلت كذا انا الحين في مكه، كذا انا في مصر، كذا انا في المغرب، كذا انا في الامارات، كذا انا في البحرين، كذا انا في الجزائر، كذا انا اي مكان، او انه كذا انا مفتاح، كذا انا اي شخص في العالم، انا مثلا ما ادري ايش، كذا انا ست انا برج ايفل. صراحه خيار حلو وغريب صراحه، او اختيار صعب يعني بالاصح. طيب هل اقدر اني لما اسوي التحول
اقول هل اقدر اتحول الى بوابه زمن وانتقل؟ اذا كذا بختارها صراحه. بس لا اتوقع لا، والله بختار النقل الفوري صراحه. النقل الفوري في اي مكان في العالم الصدق يعني يا رجل حتنبسط بصراحه، حتنبسط مره. بس تحول الى اي شيء او اي شخص، والله حتى هذه حلوه، اي شيء يقول لك اي شيء، يعني اقدر اتحول فلوس. بصراحة بختار النقل الفوري صراحة، أنا كذا أختفي على طول. يا رب أغلب الناس معايا يا حبيبي، let's go let's go let's go يا حبيبي، الحمد لله. الله يا لو خيروك هذه اللي بتخرب أم الدنيا، ما تتزوج أبدا أو أنك تتزوج في سن العاشرة. واو سن العاشرة عندنا يعني تقريبا في الصف خامس ابتدائي اتوقع، فلا زال ادم يبغى يعيش الحياة ويبغى ينبسط يعني، لا زال اساسا. واو الزواج في سن العاشرة او انك ما تتزوج ابدا، يا لطيف. والله بختار ما اتزوج ابدا يا حبيبي صراحة، هذا في العاشرة ها، عشان ما ابغى المقطع ده يسبب لنا مشاكل وكذا، الله يستر يا جماعة. وات الاغلب اختاروا الزواج في سن العاشرة؟ لا والله توقعت ان كبدت تحس اني غلطان في شيء. الله شعور مقيس. أوه تمتلك يخت أو إنك تعيش في قلعة؟ صراحة مع نفسها القلعة الصدق، بعيش بمتلك يخت، لأنه اليخت حبيبي تتمشى تروح وتجي وبيت متنقل على قولتهم في البحر وفخم وفي له كل شيء، أما قلعة مكان واحد ثابت، فبختار يخت وأتوقع الأغلب حيكونوا معايا صح. تكفون خلكم معايا لا تحسون إني غريب. ياهو إيش فيه؟ ليش يا جماعة أغلبهم اختاروا قلعة؟ إيش هذا؟ أنا فيني تخلف، فيني حاجة ولا إيش السالفة؟ ماني فاهم. يا الله السماجة، والله مع نفسكم أقسم بالله، أنتوا إيش اخترتوا صدق؟ والله نفسي أعرف هذا السؤال بالذات. أكتب أمتلك يخت ولا أمتلك قلعة أو تعيش في قلعة، أكتب في الكومنتات، أنا ضروري أعرف يا أبوي إيش يبغى في قلعة؟ قلعة ما خلاص اللي بعده اللي بعده اللي بعده. كوني جميلة للغاية، أو إذا أنت رجال يعني كون جميل للغاية، أو كون مضحكا بشكل هستيري. بصراحة يا حبيبي الجمال جمال الروح، وكلنا نعرف ما أخيس منك تجلس مع واحد ثقيل طينة ويطفشك وزي كذا الصدق. أما لما يكون اللي جالس معك ما هو يعني ما هي حتى ما هو جميل، أحسنا غريبة حتى، لأنه شيء يعتبر عادي عندنا أصلا. فبصراحة بختار كل مضحكة بشكل هستيري يعني صدق، ما سؤال غريب مرة والله. واو 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 الناس فاقدين القناعة في هذه الدنيا يا جماعة للأسف. أوكي يا جماعة كذا أكون وصلت مقطع اليوم، الجزء الثاني موجود الآن في الرابط في قناة الجيمينج يوسف جيمينج، حياكم الله، روحوا شوفوا هناك إن شاء الله يعجبكم، راح نكمل هناك الأسئلة، راح يكون هو الجزء الثاني. وبس يا جماعة الخير مقطعنا هنا انتهى، نفسي أعرف اختياراتكم هل كانت قريبة مني ولا لا، فأنا في بعض الاختيارات أحس إني جبت العيد فيها بس أحس إنه صح ما أدري، فاكتبوا لي رأيكم على المقطع في الكومنتات، وإذا تبغون أسوي عن الجزء الثاني من عيني هذه قبل هذه حطوا لايك على المقطع عشان أعرف. كان معكم يوسف، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، سلام عليكم.